السلام عليكم الاخوان، بخير لاباس عليكم. هذا الفيديو فيديو طارئ صراحه، جاء على غفله فقلت ضروري خصني ندير. هذا الخبر مفجع جاني من الخصر الكبير صراحه، خبر محزن ديال بصح، فقلت ضروري من نبه الاخوان. وهاد القضيه الاخوان، هاد القناه هذه مختصه بالدرجات الناريه فقط، يعني اي حاجه تفيد المسلم، تنبيه او تحذير او اي شيء يفيد الانسان في الحياه ديالو، خاصني نبارطاجي معكم الاخوان. هذا الخبر الاخوان محزن ودائما كيتكرر، بما اننا نحن في الصيف وفي الحراره، من كيبغي يمشي للبحر او للواد الى اخره، ودائما كنسمعوا الفواجع. الفيديو هذا كنصوره انا بالطول، يعني انا غنشارك معكم الشاشه ديال الهاتف. بغيتكم الاخوان تبارطاجيو هذا الفيديو، هذا اول مره كنطلب منكم الطلب، بارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق. يا ريت هذا الفيديو هذا يوصل لجميع المغاربه والله. وكذلك الاخوان اللي في فيسبوك، شاركوا هذا الفيديو، ديروه في الصفحه ديالنا. انا في الاعدادات عنديرو يسمح باستخدامي، يسمح الفيديو باستخدام ديالي. وكنتمنى منكم الاخوان تبارطاجيو هذا الفيديو ويوصل اكبر عدد من الناس، باش الانسان ياخذ الحذر ديالو. خبر هذا الاخوان، واحد الاخ معروف في القصر الكبير، مسكين مشى للواد ديال المخازن. هذا واد المخازن عندنا معاه قصه الاخوان، هذا الواد هذا بالضبط عندي معاه قصه، وفي هذاك المكان بالضبط في غرق هذا الاخ. في هذا الفيديو الاخوان عاوركم واحد الطريقه ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى توصل لجميع الاخوه وجميع المغاربه، ان الانسان باش يتفادى هذه المشكله هذه ديال الغرق. يعلم الله الاخوان ان الخبر ديال الغرق كيعثر فيا بزاف، ملي كنسمع شي واحد غرق مسكين والله العظيم ما كيبقى فيه الحال ديال بصح. انا جربت هذه القضيه هذه، باش يتفادى الانسان هذه المشكله هذا ديال الغرق، هذا هو الحل الاخوان، هذا هو الموضوع ديال هذا الفيديو. المهم دابا الان غنشارك معكم الشاشه ديال الهاتف ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا الاخوان، هذا هو الاخ مسكين اللي غرق في الواد ديال المخازن، وهذا المخازن معروف في القصر الكبير. غنكتب لكم في الشاشه شحال بعيد من القصر الكبير. الدري هذا معروف في القصر بعلي بابا، يعني كيدير الاكلات السريعه. فمسكين اليوم غرق في هذا الواد هذا، ولا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. وهذه اللحظه ديال اخراج الجثه ديالو من الواد، هو كما كتشوفوه هو. فلا اله الا الله، ما اصعبها من لحظه والله. تخيلوا معي الاخوان، الاهل ديالو والدي كيفاش ملي يشوفوا هذا المنظر هذا، كيفاش غيكون الوقع ديال هذا المشهد على النفسيه ديالهم. فلا حول ولا قوه الا بالله. هذا الواد هذا وبالضبط في نفس هذا المكان هذا اللي غرق فيه هذا الاخ هذا، في 2022 كنت مشيت انا والنساب حيت المدام عندي من القصر الكبير، مشينا لهذا المكان بالضبط. تخيلوا معي الاخوان واحد الامر عجيب وغريب، يعني الله عز وجل لطف بنا ذلك اليوم. تخيلوا مشينا خيمنا في هذا المكان هذا، فمريحين شويه. واحد اللحظه كنت دخلت يعني للسباحه، واحد اللحظه كانوا الاطفال الولد ديالي وواحد الولد اخر ديال كانوا تبعوني بالعومان. وهذا الواد هذا الاخوان كتشوفوه كيبان لكم من برا عادي، ولكن الاعماق ديالو يعني ساحقه، كتحط رجلك كتكون هي هذيك، غير كتحط رجل اخرى كتهبط في واحد البير، فكيكون مبتلع الانسان اللي ما عرفش السباحه مشى فيها. لحظه كنشوف الولد ديالي كيغرق، فتميت راجع المدام تلاحت باش تجبدو، هبطات حتى هي شويه، جات النسيبه تلاحت حتى هي هبطت شويه، جات البنت ديالها شويه، جا كلشي هبط، بقى غير النسيب اللي هو الاخ ديال المدام هو اللي بقى برا، فبقى كيجبد شويه بالواحد. سبحان الله، كانت واحد اللحظه عصيبه ما يمكنش تنسى، كنا شلنا الموت بعينينا كما كيقول. هذا ملي خرجنا سبحان الله كيفاش داز، لحد الان الانسان ما كيستوعبش. دابا انا غادي وكنسجل لكم. من بعد بحثت في هذا الواد هذا، فلقيت بان داك الواد خطير، شحال من اسره غرقات فيه. من بين هذه الاسره اللي غرقات، هذه الاسره اللي راح نحطكم دابا الفيديو، اسره كامله غرقات اللي طلع كيهبط. استقبل مستودع الاموات التابع للمستشفى المحلي لمدينه سوق الاربعاء الغرب شراردة بن حسن 6 وفيات ناتجه عن حادثه غرق بمياه سد وادي المخازن. الافراد السته ينتمون الى نفس العائله التي تعيش بارض المهجر بالديار الاسبانيه. تم الاحتفاظ بهذه الجثث بمستودع الاموات الى حين صدور تعليمات النيابه العامه من اجل القيام بالمتعين وتسليم الجثث لذويها. عندما تفاجئنا بهذا الحدث الاليم اللي توصلنا بالخبر ديالو هذا الصباح. المشهد المأساوي اثار حاله من الحزن على المنطقه، الهالكون طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وشقيقته ذات 14 سنة، وثالثة ابنة تبلغ من العمر 17 سنة، واخرى ذات 19 سنة، اضافة الى عم
عمهم البالغ 42 سنة. شفت ستة أشخاص كانوا كيتغداو مع بعضهم ودخلوا وجافوا. الضحايا عندي جوج بنات تمايا والبقية أولاد خوتي وخاي حتى هو مشى. جاو من إسبانيا كاملين بغينا نديروا واحد النهار تمايا واحد الخرجة في السد. وهادشي اللي مكتوب هادشي اللي وقع. تجدر الإشارة إلى أن نفس المنطقة بالسد قد عرفت يوم الأحد الماضي غرق خطيبين بعد أن كان يسبحان في حقينة السد أثناء قدومهما لزيارة عائلة الخطيب التي تقطن في أحد الدواوير المجاورة. هتقول لي شنو بغيتي تقول من هذا الفيديو هذا كامل؟ الرسالة اللي بغيت توصل، الرسالة اللي بغيت نوصل لكم الإخوان هو أن الإنسان لا بغي يسبح في الواد ما يعوم، ما يمكنش يعوم بدون هاد البياسة هذه اللي هتشوفوا قدامكم. فرجاء الاخوان اي واحد بغى يعوم بغى يدخل الواد ولا البحر ضروري يمشي هذه البياسه هذه، راه سميتها باللغه العربيه العوامه، هي كتباع في علي اكسبريس كتباع ب 25 درهم وتا هي كتهز اوزان يعني على حسب الوزن ديال الانسان، يشري الانسان واحد جوج ولا ثلاثه اولا يشريها من ديكاتلون. ضروري الانسان لا بغى يعوم ما يدخلش بلا بها. كما كتشوفوا هنا راه الناس عوامه يعني ما تقولش حق راه كنعرف نعوم كنعرف السباحه، راه لا البحر او للواد ما فيه ثقه، ولو تكون تعرف تعوم ما فيها باس ديرها وعوم مع راساتك، وقع شي مشكل كلاكاز وقع اي حاجه كتشد فيها وكتسنى الانقاذ اولا كتخرج عادي لانك كترتاح فيها. ها انتم كما كتشوف ها انت كما كتشوفوا الاخوان الانسان واخا يكون يعرف السباحه واخا يعرف يعوم لابد يدير هذه هبط الواد هذه عومه. اذا ما كانش بغيتي ديباني ضروري واحد جوج بيدوزات خاويين ربطهم مزيان ودير لهم قنب وعوم مع راساتك، وكاع ما تقول هذا يضحك عليا او هذا يقول هذا ما كيعرفش ولا حاجه. الواد او البحر ما فيه ثقه والله العظيم، يعني لو ان الناس كلهم عملوا بهذه القضيه هذه والله ما تسمع بان راه فلان غرق او فلان غرقت. للاسف كل سنه كتسمع فواجع بحال هاد الامور هادي فلان وفلان وفلان غرق. والله العظيم الاخوان لو طبقت هاد القضيه والسلطه طبقت هاد القضيه ورجعت اجباري اي واحد يعوم ضروري خص يكون عنده البياسه هادي، ما تسمعش فلان غرق ما تسمعش بحال هاد الاخبار هادي للاسف الشديد.